السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم بخصوص تصميم العتبات الخرسانية المسلحة تحت تأثير الانحناء أو قوة الانحناء Design of Reinforced Concrete Beams under Flexural Loading. فيما يخص عناصر الإنشائية التي تسمى بالعتبات الخرسانية أو نسميها الجسور أو العتبة أو البينز من مصطلحنا العام، نشوف مثل الموضحة في هذه الصورة الأولى. هذا هو ما يسمى الجسر أو العتبة أو البيم. العنصر الإنشائي اللي هو البيم ينقل الأحمال المسلطة على السقوف، ومن ثم يحولها إلى الأعمدة ومن ثم إلى الأرض. كما نلاحظ هنا الأعضاء الإنشائية باللون الأحمر هي ما تسمى بالجسور أو العتبات، تنقل أحمال السقوف حسب الموقع وحسب المساحة المتوفرة للأحمال. هسه إن شاء الله نجي على بسلايد الأخ، نجي على كيفية توزيع الأحمال. تنقل الأحمال إلى الأعمدة، عناصر إنشائية العمود، ومن ثم العمود ينقل إلى العمود الآخر، وهكذا ينزل إلى شنو؟ إلى الأساس، ومن ثم إلى التربة. هذه طريقة الأحمال. السقف ينقل الأحمال إلى الجسور، الجسور تنقل الأحمال إلى الأعمدة، والأعمدة تنقل الأحمال إلى الجسور، ومن ثم تنقل الأحمال إلى الأرض. بعض الأحيان بعض الحالات لا توجد إحنا نسميها فلات بليت سلاب، اللي هي السقوف التي لا تحتوي على الجسور. هذه حالة خاصة، تنقل الأحمال مباشرة من السقوف المن إلى الأعمدة، ومن ثم إلى الأعمدة الأخرى والأساس والتربة، وهذا ليس موضوعنا حاليا. فيما يخص توزيع الأحمال حسب نوع السلاب، حسب نوع السقف، في بعض الأحيان الون واي سلاب وبعض الأحيان الأخرى تو واي سلاب. الفرق بسيط بين الون واي سلاب والتو واي سلاب. الون واي سلاب هو إذا كان طول السلاب، طول السقف أكثر من ضعف طول العرض، طول السلاب أكثر من ضعف العرض للسقف، وبالتالي مثلا كان تكون ممر طوله 10 أمتار وعرضه 3 أمتار. طول الممر أكثر من ضعف عرض الممر، فالأحمال تنقل رئيسيا على الجسور الرئيسية. فنلاحظ مثلا هذا الجسر راح يأخذ نصف حمل السقف، والجسر الآخر راح يأخذ النصف الآخر. أما فيما لو كان عندي السقف من نوع توي سلاب، راح توزع أحمال حسب ما موضح في الشكل هنا. هذا الجسر في العرضي باعتبار انه الطول ما تأقل او مسافة LX اقل من LY، فالحمل حيكون عليه مثلث، في حين هنا الحمل يكون عليه مضلع ترابزويدر. بالتأكيد عند تصميم هذا الجسر، هذا الجسر يجب أن يكون قد يكون بأبعاد أكبر أو بتسليح أكبر، على اعتبار أنه الأحمال عليه أكثر. لكن هذا الجسر عليه الأحمال أقل، وبالتالي يكون شنو؟ إذا كانت الأبعاد متساوية للمقطع فالتسليح لا يكون متساوي، يجب أن يكون هذا شنو؟ أقل. وإلا إذا صممناه بنفس التسليح، لكن الوقت راح يكون غير اقتصادي وغير مجدي. هنا أيضا توضيح أكثر، نلاحظ هذا عرض السقف 4 متر، في حين طول السقف إذا نجمعه 1.5 و 1.5 و 3 و 2.5، إذا هذا السقف كان يكون غرفة 5 × 4. نلاحظ الجسر اللي طوله 5 متر يأخذ حمل أكثر،
والجسر اللي طوله أو العتبة اللي طولها 4 متر تأخذ حمل أقل. نفس الوقت تلاحظ أنه الحمل يقطع بالنص، هذه العتبة تأخذ نصف الحمل وهذه العتبة تأخذ نصف الحمل، وكذلك هذه العتبة تأخذ نصف أو تقريبا أقل من نصف الحمل. هنا نلاحظ هنا إذا كانت العتبة طرفية فحملها يكون أقل مما لو كان العتبة وسطية. نلاحظ هنا العتبة الوسطية أخذت أحمال أكثر، ولو نتخيل أنه أكو هنا أيضا سقوف راح نشوف أيضا العتبة الداخلية هاي رغم أنها قصيرة حتأخذ مساحة مثلثين وليس مساحة مثلث واحد، مثل ما أخذت العتبة الوسطية هنا مساحة مضلعين وليس مضلع واحد. هذه طريقة توزيع الأحمال الخاصة بالعتبات الخرسانية بصورة عامة. العتبات بصورة عامة طبعا قد تكون ستيل، قد تكون خشب، قد تكون كونكريت، بغض النظر عن نوع توزيع الأحمال يكون هذا بهالطريقة هاي فيما يخص العتبات. المفروض أنتوا أخذتوا في الصف الثاني في المرحلة الثانية في موضوع الإنشاءات كيفية رسم وتوزيع أو رسم البيندينج مومنت دايجرام والفورس دايجرام شير فورس دايجرام فيما يخص العتبات. العتبات لو نرجع للسلايد السابق